السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك عمي؟ عمي انا شلون طرش مسج حق بنتي؟ امال قالت لي انك مطرش لها مسج تكلمها بخصوص موضوع ولدك. لو سمحت لا تطرش لها مسجات مره ثانيه. الحين هي مو مرتك ولا تحلك. انتم متطلقين الحين. الموضوع الثاني اللي عرفته انك بتكلمها علشان ولدها تبيها تاخذها عنده، صح؟ ولا انا غلطان؟ اي عدل عمي، انا عشان كذي جايكم اليوم. الولد صغير ومحتاج حق امه بعد. خلاص من باكر جيب الولد، ولو بغيت تشوفه عندك بسام نسق معاه. ان شاء الله عمي، واي شيء يخص مصاريفه انا حاضر، انا متكفل بكل مصاريفه. شو تقول انت؟ ما تعرف تحكي؟ شنو مصاريفه؟ احنا ناقصنا شيء؟ الولد هذا ولدنا بعد. عدل اسف عمي، انا ما كنت اقصد شيء. ترى صاير ما اثم من كلامك ولا تصرفاتك، قمت تعرف عواقبها. يلا تصبح على خير. باقي الخير. سيستر قاعد أحس بصداع فظيع. سيستر إذا ممكن تقيسين لي ضغطي. كل هذا يصير فيك وأنا ما أدري. إيش دراك؟ أقول زوجتي يصير فيها كل هذا وأنا آخر من يعلم. زوجتك؟ زوجتي وحبيبتي وصديقتي وبنتي. يعني ما في شيء تغير فيصل؟ ما راح يتغير شيء. أحب لك قدر قدر ما يعترض. عروسك انت، عروستي انت، الحب اللي انا اخترته. ممكن تثقين بحبي شوي؟ انا هاد الدنيا كلها وياي لك. بس انا وايد قاعدة اتعلم، وايد احتر لما ادري ان في وحدة يمك ودايما معك. لا تفكرين بشي وانا معك. أنا هدي الدنيا كلها عشانك. ما يتسست. مو كافي أنا موجود عندك؟ طبت. شغلتيني عليك وايد. في أحسن؟ لورا شوفي اللي داخل الفرن، نطري 5 دقيقة بعدين شيليه وديه هناك. زين خلاص، يعني هو خلاص أكل خلاص. زين يلا. حياك تالي. السلام عليكم. هلا هلا هلا. وصلت. نور البيت. هلا المعاريس. تو نور البيت. تو نور البيت. حبيبتي حبيبتي يا علا، ان شاء الله مبارك وسعيد يا يمه. وين جناتكم؟ السيارة. يروح يبهم يمه. تعال يمه. حياك 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 حياك. والمبارك والمبارك. عسى مبارك وسعيد ان شاء الله. عسى مبارك وسعيد يا حياتي. والله يا حياتي
يا زين مرت ولدي يا زينك. بعد عمري خالتي. والله ولدي صبر ونال. اي أيوة والله. ما شاء الله ما شاء الله لا اله الا الله. الحمد لله على السلامة وما عليك الا العافية، تطمنا عليك والله يخليك يا يمه حق بناتك ولا يحرمهم منك. الله يسلمك يا خالتي. انتي بعد ما قصرتي يا خالتي. طول عمرك ذخر وسند ان شاء الله لنا ولبناتي. ان شاء الله يمه. اقول ناديه لاحقه يا يمه على الشغل. ايش لك بقعده الصبح والتعب؟ يمه هو الطبيب عطاني اجازه كم يوم، بس اذا خلصوا لازم ارد دوامي بعد يمه، تدرين مو بكيفي. الله يعطيك الصحه والعافيه. الله يعافيك. اقول ناديه يا يمه لا تحسبين اني غريبه عنك. إذا عندك مشاكل بالشغل، محتاجة حق شيء، في شيء يا يمه بداخلك، فضفضي يا يمه، قولي لي ايش عندك. لا تنسين يا يمه إنك مرت الغالي، مرت محمود الله يرحمه، هو يغمد روحه الجنة. ليش يمه؟ ما تحبين أجيب طاري؟ الله يرحمه ويغمد روح الجنة يا خالتي. إن شاء الله. ساعات أحس يا ناني إن محمود ما راح. كل لحظة بيفتح علي الباب وبيقول لي ها يما شو مساوية؟ شنو غدانا؟ ولهت تعال ولهت علي يا يمه واللي مصبرني على فراقه بناته كل ما اشوف واحده منهم أحس إن محمود بعد ما راح. الله لا يوري أحد حسرة الظلم. والله إنه يخلي جمرة في القلب ما تنطفي. الله يرحمك، الله يرحمك يا محمود. والله يصبرني على فراقي. يصبرني على فراقك. ألو شلونك يما؟ يما أبشرك خلصت امتحانات. تخيلنا خلاص ما راح أقدم امتحان ولا شيء. الحمد لله ابتكيت. لا النتائج شوية مطولة. بس تدرين بنتك قدها وقدود؟ خلاص حبيبتي. اي بروح عقب ويا شركة اقول اني خلصت امتحانات وعقبها ارد. يلا مع السلامة. ذوقك وايد حلو باللبس. أصلاً أنت كل شيء حلو عليك. إنزين لازم تطلع. يعني تونا رادين من برا. يعني إذا ممكن تقعد معي. عشان تكونين بالصورة بس. أنا ما أحب أحد يتدخل فيني. ولا يعرف أنا متى دشيت ولا طلعت. نسيت دبلتك. Thank you.
أنه ما أشوفه شيء مهم. بس أوكي. اهلا. عفوا استاذ فؤاد، رحت مكتبك ما لقيتكش موجود، وكان في اوراق محتاجه تتوقع. اي اعطني اياها. هو استاذ سلمان فين؟ سلمان مع عمي ابراهيم عند اجتماع. وين الاوراق اللي تبين وقعهم؟ السلام عليكم. عليكم السلام. بلال انت ياخذي الملف ويبي له بعد شوي انا اوقعهم. روحي مكتبك. اهلا. تفضلي قعدي، فيك واقفة. وين أبوي؟ مريت المكتب ما لقيته. أبوك عنده اجتماع مع سلمان. وأنت إيش عندك قاعد بمكتب سلمان؟ ماكو، هم عندهم اجتماع، أنا قلت أي المكتب أخلص شغلهم. وإذا أنت بتيجي تخلص شغلهم السكرتيرة تجي تلصق فيك؟ معناه لا تصيرين ياهل، ترى الشغل هذا وين نلعب إحنا؟ أنا أقول كبري عقلك. أنا حيل مكبرة عقلي وفاهمة كل شيء. بس بكيفي قاعد اطوفها. انا ابنك. منال. منال. نوفا وينك؟ كان هني ما. انت ما تقولي لي ايش هالعفسه اللي مسويتها فوق بالغرفه؟ مو مخليه شيء بالكبت من طلعته؟ انا بفهم، انت تبي تكسرين ظهري؟ تدرين انه انا ما عندي احد يساعدني. ولا خاف اني اشتغل عندك وانا ما ادري؟ حبيبتي ما يعني ايش اسوي؟ كل اللي عندي خراجين. ما عندي شيء سنع البسه حق الدوام. ولا شلون بيطلب وجهي؟ شلون بيطلب وجهي راعي الشركه؟ شلون بصير سيده مجتمع؟ شلون بصير من الطبقه المخمليه يعني بما معنى؟ بعد نسيت اقول لك. شنو هاي؟ 3000؟ ثلاث اضعاف معاشي اللي قبل. صج؟ تخيلي. ماي راح اتزوجها وراح اصير غنيه. صدقين عاد انك طماعه؟ يما حبيبتي تعال شوي تعال شوي. ليش طماعه؟ البنات اللي برا شنو احسن مني فيه؟ زوجة ولدك شنو احسن مني فيه؟ ما يقارن لانها هي عندها همشة فلوس وغبيه ما تعرف حتى تلبس. لا تقارنين عمرك فيها، هي شيء وانت شيء ثاني. صدق والله؟ شلون يعني؟ كل فرق اللي بيني وبينها ان انا ابوي فقير مع احترامي يعني الله يرحمه، انت اختيارك كان غلط. هي ابوها غني بس. والمطلوب؟ المطلوب يا امي العزيزه يا الجميله انك تساعديني الحين اني البس شيء سن عشان يمكن يطلب وجهي، يمكن اتزوج. حبيبي شنو انت ما بدلت؟ ما بتروح معي بيت اهلي؟ ليش ابدل؟ انت مو قايله بتروحين بروحك؟ انفصام انت انفصام. لا حبيبي مو انفصام، بس ترى انا ما قلت، وترى امي وابوي وايد راح يستانسون اذا شافوك معي. انا سمعتش بتروحين بروحك، قلت يمكن بتاخذون راحتكم مع بعض. ترى انا عروس، المفروض ما تردي طلب. زين يا عروس، قولي حق اهلك علي اذا كذي باكر روح نتغدى عندهم، انا تعبان اليوم بنام بريح بالبيت. اوكي. اسبوع الجاي دوام، اوف صدق 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 مالي خلق. الحين شي بدي اسوي شيء جديد. بدي اسافر. تسافرين؟ احنا مو متفقين احنا ما نسافر، وانت عارف امكانياتي ما تسمح، وقايلين هالموضوع من قبل، يعني شنو هالنغزه هذه؟
ليش زعلان حبيبي؟ عادي عادي، ليش السفر؟ اساسا انا ما احب اسافر وايد، وما احب لوية المطارات، وما احب المسافات الطويله بالطياره. اهم شيء راحتك. انا رايحه. يعني اروح؟ انزين تبي شيء حبيبي؟ ايه امرني. طفي الليت وانت طالعه. ان شاء الله. حاضر. طفي الليت. الو. هلا والله. هلا نادية. شوفك ضروري. شوفني الحين من صجك. شلون؟ لأن أنا ما أقدر خالتي شو أقول لها وبناتي، وأنت تدري أنا اليوم طالعة من الطبيب بعد، صعبة شوي. هذا يا يما طلبات باكر إن شاء الله. شوفي هذا طلب زين منطقة سلوى إن شاء الله. وهذا أبو صباح الناصر بعيد يسوي لي السايق سالفة باكر. زين هذا يبون وايد يما طلبات. إن شاء الله. ورق عنب دبس الرمان وورق عنب بالخلطة السرية. إن شاء الله. هذا كله جهز الصبح وإن شاء الله أنا بلف. ها نادية؟ أنت طالعة ولا شنو؟ إي والله خالتي عندي مشوار. طالعة شوي وردة على طول. زين يا يما توج بعدك تعبانة؟ وبعدين يا يما لا تنسين هالحز الشوارع لوية وزحمة. ليش ما تأجلي مشوارك الباكر؟ لا خالتي ما أقدر. ما يخالف لا تحاتين خالتي، بروح بسرعة وبرجع. زينة أخلي السايق يوصلك أحسن؟ لا ما له داعي خالتي، السايق طول ما هو ماشي طقق بريكات ويعور لي راسي، وعند المطب يروح يدوس على طول. أنا أحب الخصوصية خالتي، أحب أسوق سيارتي. مشكورة خالتي ما له داعي. يما وين بتروحين؟ في معاك؟ ما لك شغل وين بروح وما راح تيين معي. يلا يما على راحتك. أنا ابنك خالتي. يلا هذه الطلب ولا تنسين. ها يما إن شاء الله. جهزي من الصبح إن شاء الله. ماما يلا إن شاء الله. ها وانتي ليش قاعدة معي؟ يلا روحي نامي. يلا يما يلا خواتك كلهم نايمين. ما ادري سالفتها النادية الا مشوار ولا. الله يحفظكم يمه. انا اقول خليك من دلال سوالف الحين. يكلمني عنك، سويت اليوم، وين رحت، ايش دعوة صدق؟ أنا بعرف أنت لمتى كذي بتقولين زعلانة؟ لما تحلف إنك ما راح تكلم السكرتيرة بعد؟ أشكرك كذي عيني عينك؟ سوالف وقشمرة وضحك، هذا وأنت بمكتب أبوي، على بالك إيش راح تسوي؟ يا حبيبتي، يا عمري، يا روحي أنت، يا قلبي. يعني شيء طبيعي هي سكرتيرة المكتب، وشيء طبيعي باخذ وبعطي معاها بالحكي عن الشغل لا أكثر. أوكي. كلام عن الشغل كاك انت بنفسك قلتها، بس انا اول مره اشوف سكرتيره تبي تيجي توقع اوراق تلف من ورا المكتب عشان الاخت توقع الورقه. اشكرك شي لازقه فيك
حبيبتي انت شايفها وجهها بالاول عشان تغاري منها؟ بعدين انا عندي الزين كله، حياتي وعمري وام عيالي، يعني اهدها الزين هذا اروح اطالع هذه؟ قول حق نفسك. بديت اللي يغارون والله. قص علي بهالكلام. بس الحمد لله اني انا دشيت بعزتها، شفتها وهي لاصقه فيك. شوفي ترى مره ثانيه ما راح اعلمك. لا بس الحين. زين خلينا نشوف شلون. بغلبك انا. بشوف. يلا. يلا ابتدي انت ولا انا ولا شنو؟ لا انت راح تبتدين عشان اشوف ايش تعلمتي ولا لا. يلا. لا كذي هي السالفه يعني؟ شنو احط هذه؟ شاطره كا تفهميني ما شاء الله. انزين الحين انا شوف هذه خلاص. انزين اذا حطينا هذا تجاه المعاكس. تجاه المعاكس يعني انا العب مره ثانيه؟ لا انت تلعبين مره ثانيه. صدق؟ اي شيء ابي اي لون؟ اي شيء. لا لازم اخضر. لازم اخضر عندي هذه. ضروري الاخضر. زين والله ما يطاولني قلبي انا شي خليك تسحبين اوراق. بعد عمري. اي والله. حياتي والله. انا بخسر نفسي عشانك. تخسر نفسك ما يخالف. انت تعلمين؟ ايه. انا هم اخسر علشانك هم رامي. لا تكلمني كذي ترى بسرعه انثول انا والله. بسم الله عليك حبيبي. شفت اوراقي وانا ما هاك هاك برد على قلبك. العافيه. يا حبيبتي. والله البيت من غيرك ما يسوى يا يما، تو ردت فيه الروح. حبيبتي يما. امك للحين مو مصدقه انك كبرتي وتزوجتي وصار عندك بيت بروحك. والله عاد صدق يبا، ماني متخيله ان صدق كبرت وتزوجت. فيصل شلون معك؟ الحمد لله، فيصل وايد طيب وحبوب. الحمد لله. الحمد لله يا رب. صدق ليش ما يتعشى ويانا اليوم؟ والله اليوم قال لي اخذ راحتي معاكم وان شاء الله باكر راح يتغدى معانا. اي الظاهر قال حق نفسه البنت والهانه على امها وعلى ابوها بتقعد تسولف معاهم من زمان مو شايفينها. صح يبا؟ صح. اي هذا هو. زين يبا انا بمشي بروح. وين وين يبا وين؟ شنو وين؟ عندي شغل يبا موعد واحد انا شنو ايش فيك؟ يبا عاد قعد معانا شوي انا من زمان مو شايفتك. لا يبا قعدي مع امك الحين خلي تنشف ريجك باسئله لا تطالعيني كذي خلي تنشف ريجك شوي بالاسئله بعدين يصير خير يبا اشوفك انا مره ثانيه. ان شاء الله. تبون شيء؟ سلامتك. يلا يبا في امان الله. دير بالك. ان شاء الله. هدى شوي شوي على البنت يبا من الاسئله ها؟ خفي عليها. ان شاء الله. اقول لك قولي لي شلون هاله شلون فيصل شلون خالتك؟ الحمد لله يما كلهم طيبين. الحمد لله يا رب الله يوفقك يا عمري. يا رب. الا قولي لي شو الساعه كم الحين؟ شاب طاري الساعه 12 وربع. شكو حق خالتي الحين تاخرت. وليش لازم تقولي لها ان شاء الله وين رايحه وين راده؟ هي شكو. شلون هي شكو؟ ما يصير اذا سالتني الحرمه شنو يعني الف وجهي عنها لازم اجاوب اجاوب شو اقول لها وين في شوفي تبيني اعطيك نصيحه من ريلك يا حلو ريلي انزين تبيني اعطيك نصيحه من حبيبك اي حبيبي كفخيني في شوي لا حبيبي انت عمري صدق شو اقول شوفي أهم شيء إنك ما تجهزين كلام قدام اللي بتجذبين عليها. يعني روحي ولا تجهزين حكي. أنا أعطيك كذا شغلة الحين وأنت نقي منهم. بس كل نصيحة أقولك إياها لازم. شوي شوي بدق عليك باي. أمي ليش ردة متأخر؟ داشة تتسحب بعد؟ ريم فيصل
سوري سوري، غفيت من غير ما احس. ايش فيك نايمه هني؟ رقبتك تنكسر. توايد تاخرت وكنت ادق عليك وايد وما ترد، بعدين فجاه صار جهازك مغلق. ليش تدقين وايد؟ صاير بالبيت شيء؟ لا ماكو شيء، بس كنت حاتيك وخفت ارجع وانت مو متعشي فسويت لك عشاء خفيف. جهاز كان مغلق ما في شحن. مره ثانيه لا تسوين عشاء انا متعشي. قومي شيلي ودي المطبخ، لا تصير ريحه الغرفه كلها اكل. ببدل هدومي وانام انا. يا أستاذ حمدي أوكي حلو شغلكم الشهر هذا وايد حلو، بس نبي الشهر الجاي يكون أفضل، عرفت؟ لأن إحنا عندنا وايد طلبات والعالم قاعد يدقون علينا وقاعد نعطيهم مواعيد. المهم تبلغني أول بأول بالنسبة للمبيعات. حاضر. يبا حضرتك عندي إن شاء الله. حاضر. يعطيك العافية. Good morning. هلا هلا والله. صباح الخير. صباح النور والسرور. ما شاء الله اليوم داومة بكر. اي انا دائما كذي اقعد مبكر، اروح الجيم، اخلص تمريني، بعدين اخذ بريكفاستي واي. ما شاء الله تروحين الجيم بعد؟ يا اي بس يا خوفي اول الايام كذي شاده حيلك وبعدين تصيرين حالك حال الكل. لا 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 ام ديفرنت. انزين بطلب منك طلب. عيوني لك. ابيك الصبح تجين كل يوم تصبحين علي. وبعدين إذا بغيتي أي شيء لا تطلبينه من أحد ثاني، أبيش تطلبينه مني أنا، عيوني المركبة لك. Thank you so much. يلا روح أشوف شغلك. لما أنت تدش وترتاح أنا بعدين أمشي. يعني؟ يلا. نعم. ما شاء الله وايد حلوة. صباح الخير. وكأن حبيبي متأخر على الدوام اليوم؟ حطيت لك فوطتك بالحمام. لا نسيت سلمي. ايش قاعد تسوين ذي؟ أعطلك هدومك. ليش؟ شنو؟ شما؟ ترى وايد ريحته حلوة. إذا ما عجبك عادي، عندي ترى نوع ثاني مسك. لا 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 خليه هو عادي. إيه نسيت شغلة بعد. طبعاً اليوم أنا قاعدة من فير الله، جهزت لك هدومك كلهم ورح جيب لك قهوة، فانيلا آيس شيكن وتوفي ناتلتي. شنو تحب تشرب؟ ما تفرق عندي عادي. يعني شنو تفضل البارد ولا الحار؟ خلي لي البارد. عيل أنا رح أخذ البارد. عشان أجرب اللي تحبه وأحبه مثلك.
تبي شيء بعد؟ اوكي يلا قوم عشان ما تاخر الدوام. مع السلامة. لورينا بليز اوبن ذا دور. اوكي مدام. مدام انا this for you. For me? Yeah. الورد ما يلوق إلا حق الورد. صباح الخير يما. صباح النور. يا الله تو بعدين معاك ليه متى كذي؟ ما يصير يا يما ابوك يداوم قبلك وانت ما تداوم الا الضحى العود. يما خلاص يا الله صباح خير. بسم الله اول يوم ايش فيك؟ كل يوم قاعد تكررين هالاسطوانه. خلاص بعدين اذا مو عاجبك قولي حق ابوي يفنشني ويفتك عشان انا اتفرغ حق اعلاناتي. تطنز حضرتك صح؟ أنا ما أدري، ما أدري إيش صاير معاك أنت وأختك، ما أدري إيش فيكم، كلش مو عاجبيني. إنزين، الحين أنا عرفت شنو مو عاجبك، أنا مالش فيها بعد. يعني أنت مو شايف حال أختك من عقب ما فواز عطاها الولد؟ ليل نهار مجابلتها، توديه المدرسة، توكله، ما كانت كذي، ما أدري إيش صاير معاها. يما يمكن للحين متأثرة فيه، إيش فيك؟ متأثرة بشنو؟ الولد وصار له كم شهر عندها، يعني خلاص المفروض تعودت. ما ادري شنو موضوعك انت واختك، ما ادري ايش فيكم. لا فهمت الله، فهمت الله. بس هش هل قاها منك ولا من اختك؟ ما ادري ايش فيكم. عصام؟ عصام حبيبي يلا. شوف انا راح احطه هني بعدين اذا حسيت بالبرد تلبسه تمام. اليوم بنروح نتريق برا بعدين نروح السوق. شنو تبي اشتري لك من السوق؟ جوتي رياضه حق المدرسه. بس جوتي رياضه؟ راح نشتري جوتي رياضه وراح نتريق وراح نستانس. اشترك لي اللي بخاطرك. اوكي اوكي على منو انت كذي حلو؟ علي انت. هي دائما اقول لهم انا على امي حلو تمام حبيبي. يلا انطرني تحت عند يدتك وبعدين نطلع بس اتجهز. اوكي اوكي يلا حبيبي روح. اي يما حاضر. لا يما ماكو شيء. ادري ان ابوي حالف انها ما تطب البيت عنده وما يبي مرتي ولا يبي يشوفها بس قلت يمكن حق ان شاء الله حبيبتي ولا يهمك. خلاص ولا تزعلي نفسك اللي تامرين فيه ما
ماشي يا غالي، الله يحفظك ويخليك لي يا رب. مع السلامة. مع السلامة يا ماي. هلا هناء. أقول يبانا ترى بتغدى ببيت أهلي اليوم. عاد أنا مسويت لك الباستا اللي تحبها. على راحتك، خلص بخليها على العشاء. زين، خو ماكو أمل أهلك يستقبلوني عندهم بالبيت؟ عارفة عارفة، قاعد أفضفض عادي. أوكي، أنا أخليك الحين. دير بالك. مع السلامة. تام أول ما راح يجي خليني أروح المشوار اللي ببالي.